طيب احنا بلشنا في عناصر اللياقه البدنيه، كنا عناصر اللياقه البدنيه تقسم عناصر اللياقه البدنيه مرتبطه بالصحه، عناصر اللياقه البدنيه من اجل الانجاز، صح ولا لا؟ ووقفنا عند عناصر اللياقه البدنيه من اجل الانجاز او اللياقه البدنيه بالتالي هي السرعه والتحمل. بلشنا في السرعه وحكينا عن السرعه انها قدرة الإنسان أو الشخص الانتقال من مكان لآخر في أقل زمن ممكن، أو تكرار حركات لفترة زمنية في أقل زمن ممكن، أو قدرة الشخص على الاستجابة للحركات بأقصى سرعة. إذا السرعة هي شيء مرتبط بزمن، هذه السرعة. طب التحمل شو تحمل؟ شو يعني تحمل؟ يا ده سمعت أحكيت أنا شو يعني تحمل؟ إنه قدرة الإنسان على إنه ينجز العمل بدون كلل أو ملل أو تعب. حلو، ماشي، شكرا. غير شو في عند هذا مفهوم ثاني؟ قدرة على إنجاز العمل خلال فترات زمنية طويلة من غير ما يبذل جهد كبير أو وقت أو يعني مجهود يعني اللي يتعبه كثير. بمعنى ان يا شيماء الانسان اللي عنده تحمل هو اللي بيقدر يقاوم التعب لفتره طويله، انك انت تشتغل لفتره طويله بدون الوصول للتعب، والتعب بتعرفه عده انواع، في عندنا تعب عصبي وفي عندنا تعب بدني وفي عندنا تعب عضلي. لكن احنا ما بنقول في تعب، اللاعب بيلعب مظبوط وبتعب، لكن التعب ما بيوصل لمرحله انه ياثر على الاداء تبعه. فاحنا ما بدنا نصل في هذا اللاعب لما يدخل في مباراه او يشارك في منافسه او يكون باي اداء معين انه يصل للتعب بطريقه انه ياثر على الاداء. احنا بدنا تصل لمرحله انك انت تشتغل بدون ما يتاثر على الاداء ويظل الاداء بشكل صحيح، يعني القدره على مقاومه التعب، القدره على مقاومه التعب. والتحمل بيعتمد على عده اشياء، بيعتمد على قدره القلب، قدرة الرئتين وقدرة العضلات. شو في عن قدرة القلب؟ لأن أنا بحاجة، كون النظام الطاقة اللي إحنا بنستخدمه في العمل الأكسجيني في التحمل من أي نوع؟ نظام الأكسجيني، صح؟ مش عندنا نظام الطاقة نوعين، في أكسجيني وفي لا أكسجيني. إحنا في التحمل بنعمل على النظام الأكسجيني، في السرعة بنعمل على النظام اللا أكسجيني اللي عمل عضلي بدون وجود أكسجين. في التحمل احنا بنشتغل على العمل العضلي بوجود الاكسجين. في هذه الحاله فانا لما بشتغل على العمل العضلي بوجود الاكسجين يعني انا بحاجه للقلب والرئتين يصير عندهم قدره يمدوا لي العضله في الاكسجين. بدي قدره عند العضله انها تقدر تاخذ هذا الاكسجين وتنتج الطاقه باسرع وقت ممكن بدون ما يصير في عندي تراكم الاحماض اللاكتيك داخل العضله وتصل العضله للعياء. عشان هيك هو مرتبط في القلب والرئتين، وايضا مرتبط في الجانب الوراثي. مرتبط في الجانب الوراثي ليش؟ لان انا بحاجه لنوع من انواع العضلات بيسموها العضلات الهاضمه للسكر اللي بتقدر تتعامل مع الاكسجين في انتاج الطاقه، اللي بتقدر تتعامل مع الاكسجين في انتاج الطاقه. فالتحمل جزء منه وراثي لكن يخضع للتدريب، يعني تأثير عليه في التدريب يكون عالي جدا، لأن أنا بقدر أدرب القلب، بقدر أدرب الرئتين، بقدر أحسن من قدرات العضلة في إنتاج الطاقة. فهو موروث، لكن العمل عليه والتطوير التحمل أفضل من قدرتنا على تحميل على التأثير على السرعة. العنصر الثالث أو الرابع اللي هو القوة. شو يعني القوة يا جماعة؟ شو تعريف القوة؟ شو يعني قوة؟ بل أحكي بيان احكي هي عبارة عن أعلى قدرة من القوة يبذلها الجهاز العصبي والعضلي لمجابهة أقصى مقاومة خارجية مضادة. حلو، احكي يا أوس. قول أوس. أوس صح؟ دكتور، هي نفس الطاقة، القوة هي الطاقة. طيب في حد عنده ثاني؟
قوة الجسم وأقصى حد إنه ممكن الجسم يعطي فيه. ماشي حلو. شو يعني إنسان قوي؟ شو يعني قوة؟ شو يعني أنا بدي لما أشتغل هذا الشغل بدي قوة؟ الله يقويك. مثلا قادر على تحمل الضغوطات بكون. قادر على تحمل الضغوطات. ممكن ترى المجهود اللي بيكون فيه عشان يبذل إشي معين. الجهد المبذول لعمل شيء معين. ماشي عمر. الجهد الذي يبذله الشخص مقابل إنجاز عمل ما؟ الجهد الذي يقابل يعمله الشخص مقابل عمل ما. ممتاز. إذا بجميع اللي بتحكيه أنتوا جميع حكيتوه صحيح بمفاهيم مختلفة. القوة القدرة على التغلب على مقاومة ببساطة. أنا لما بدي أشيل هذه الكاسة، هذه الكاسة عبارة عن مقاومة، حتى أنا أتغلب عليها أنا بحاجة لقوة، واللي بدها تبذل هذه القوة هي العضلة، الجهاز العضلي، مربوط طبعاً في العصب ومربوط في الجهاز العضلي، جميعاً مشتركين تمنى أنا أشتغل القوة. فالقوة إنك أنت تتغلب على مقاومة، قد تكون هذه المقاومة جسم، قد تكون جسمي أنا نفسه. لما أنا أعمل بوش أب في التدريبات، البوش أب بدي أتغلب على مقاومة جسمي، أنا لما أجري بدي أتغلب على مقاومة الاحتكاك. أنا لما أجي على الرمل بدي أتغلب على مقاومة الرمل. أنا لما بسبح بدي أتغلب على مقاومة المية. فالقوة إنك أنت تتغلب على مقاومة، قدرتك إنك تتغلب على مقاومة، قدرة العضلة إنها تتغلب على مقاومة. هذا بالنسبة لنا القوة والتحمل. القوة والتحمل هذول عنصرين يتم تدريبهم في نهاية الوحدة التدريبية. طب السؤال بيطرح نفسه، هل القوة بقدر أدربها للأولاد الصغار؟ يعني واحد عمره 8 9 10 سنين بقدر أعطيه تمرينات قوة؟ لو ابنك أو بنتك في المستقبل قال لك بدي أروح أتدرب في الجيم، هل بتسمح له يروح يتدرب في الجيم وهو عمره 10 سنين؟ لا، لأنه العضلات بتكون لسه مش مكتملة عنده. ممكن يبلش معاه، ممكن هيدا. ممكن بتمارين لعمره. أهو ماشي. شو رأيك؟ هل بجوز إن إحنا ندرب بلش مع الأولاد هم صغار في تمرينات القوة؟ أستاذ لا، بحكي لأن العضلات بتكون صغيرة لسه مش بدها بتنمو لسه، فهي تمارين القوة بدها ممكن أنا أذيهن وعط النموهن. أها. طب هذا مثبت علميا يا جماعة؟ المثبت علميا إن بنقدر نبلش معهم هم صغار. نقدر نبلش معهم هم صغار. تمرينات القوة تعطى من سن 8 سنين وبأدوات وداخل صالة الجيم، لكن إيش؟ في حدا حكت كلمة اللي هي شيماء أعتقد. أنا. بحسب عمره. حسب عمره، يعني نسبة الشدة اللي بستخدمها، إحنا مش بنقول التدريب، التدريب إلى شدة، كل هذا التمرين شدة عالية، هذا التمرين شدة منخفضة، هذا التمرين بنقول عنه صعب وتمرين مش صعب، هذا التمرين بطيء. فالشدة اللي بدي استخدمها مع الأولاد في هذا العمر لا تتعدى 70%، لا تتعدى 65-70%، بعطيه شدة بنسميها في التدريب متوسطة. يعني إذا بشيل وزن 10 كيلو بدي أعطيه بس بخمسة كيلو يتدرب فيه، بس بتكرارات ما ركز عليه زيادة عن اللزوم. لازم تكون هذه الأمور واضحة، ما بصير الولد الصغير نعطيه تمرين. طبعا سابقا الموضوع اللي حدث فيه أريج وجنو إن لا يجوز، كان سابقا لا يجوز، كان في مفهوم إن هذه التدريبات بتأثر على تطور نمو الجسم، إلا أن الأبحاث العلمية اللي درسوها على عبي الحديد اللي شاركوا في الأولمبياد اللي ببلشوا من سن صغير، هل هذا الإشي بأثر على تركيب المورفولوجي الجسم؟ لاحظوا إنه ما في تأثير للتركيب. للعينات موجودة وتدربت وشالت أوزان ما شاء الله عنها وصلت أبطال عالمية، وكان ما في تأثير على التركيب المورفولوجي، بعكس ما كان معتقد عند الناس إنه ممكن يأثر على تركيب المورفولوجي، ممكن يأثر ما يطولش الواحد ويريد دائما مثل ما بيقولون. لكن تبين هذا الحكي مش صحيح، وما في منا وما في عنا لا بيكسر ولا بطول. بنصل لموضوع الرشاقة. والرشاقة أحكي جنا في نعمل ذا تحصل شيء بعدين جنا. الرشاقة هي القدرة على تغيير اتجاه الجسم بأسلوب فعال. نعم. جنى. آه
الرشاقة إنه الجسم يكون عنده خفة الحركة، وإنه كمان سرعة تكون عند الجسم إنه يكون حركته سريعة تتناسب مع تغيير الاتجاه وتكون استجابة للحوافز. نعم نعم. طيب هبة، الرشاقة إنه يكون الإنسان أو الفرد قادر إنه يحرك الجسم باتجاهات متعددة بشكل سريع. بيان، هي عبارة عن قدرة الفرد على تغيير أوضاع الجسم سواء في الهواء أو على الأرض أو في الماء بإيقاع سليم. حلو جدا. سجل، هي تغيير وضع أو شكل الجسم ممكن واتجاهه بكفاءة. بكفاءة صحيح. سجل بتحكيه صحيح وما شاء الله، يعني معلومات مليحة، ويعني بتحكي بطريقة محترمة جدا، يعني تحترم، أنا شخصيا بحترمها. الرشاقة بمفهومها البسيط اللي حكت آخر شيء بيان، أظني مش عارف في بيان السجل، اللي قالت إن قدرة الشخص على تغيير أوضاع جسمه في الهواء أو في المية أو على الأرض بإيقاع سليم، وهذا أهم شيء، بإيقاع سليم. رشاقة يا جماعة بتفهم شغلة واحدة، تمرينات الرشاقة يتم التركيز عليها من سن صغير جدا، من سن 6 سنوات. تمرينات الرشاقة والسرعة هذول بتم التركيز عليهم بشكل عالي. أنا بقول ممكن نعطي قوة، بس ممكن ما يعني ما أعطي القوة بشكل عالي وما أركز عليها في التدريبات، لكن الصغير الرشاقة والمرونة والسرعة هذول أساسيات عندنا، لازم يتدرب عليه، لأن هذول ليش مربوطات في الجهاز العصبي. سأل يوم الرشاقة بطلت رشاقة مثل اليوم في ألمانيا غيروا الرشاقة وسووها، قالك لا ما فيش شيء اسمه رشاقة، احنا في عندنا مفهوم بنسميه القدرات التوافقية. شنو القدرات التوافقية؟ قالك القدرات التوافقية هذه 7 قدرات إلها علاقة في انك انت تقدر تؤدي جميع المهارات اللي في الألعاب، واذا هذه المهارات وهذه الامور ما تم التدريب عليها بشكل مبكر في اعمار صغيرة ما راح تقدر انك انت تستفيد منها، ما راح تقدر، لانها مربوطة في الجهاز العصبي. قبل ما ينمو الدماغ لازم انت تبلش تدرب عليه. هذول القدرات 7 من قدرات الربط الحركي، قدرة على التوازن، قدرة على الاقتصاد في الجهد، 7 قدرات اصبحت بطلت قدرة واحدة. يجب ان نبلش التدريب عليها بشكل مبكر جدا، مبكر جدا. الان التوازن اللي هو القدرة على الاحتفاظ على ثبات الجسم عند أداء حركات معينة، مثلاً المشي على يعني حواف مرتفعة. حلو صحيح. بيان، التوازن مثلاً لعبة الجمباز، إحنا نقدر نحتفظ جسمنا بشكل معين في مرحلة الثبات وعدم الحركة. حلو. إذا بالمفهوم اللي حكيته إخلاص واللي حكيته بيان، بقول لك إن إحنا التوازن إن نقدر نحافظ على وضع الجسم من الثبات أو من الحركة. أحيانًا إحنا نضطر إن إحنا من الثبات، في ناس فتشوا التوازن إن فقط أنت وأنت واقف مثلًا تعمل تمرين إنك أنت توقف على رجل واحدة. التوازن إيش مهم؟ لأن إحنا بحاجة إن أحيانًا لما نتحرك في حركة معينة إن نقدر نضبط جسمنا ونوقف ما نندفع. مثلًا كرة الطائرة ممنوع انك انت تنزل في ملعب الخصم، فلازم يكون في عندك توازن انك انت تنزل. مثلا في كرة القدم انت تعدياتك على الخصم راح تأذيه، فانت لازم توقف. في كرة السلة انت بتكون مندفع بأقصى سرعة ولازم في نقطة معينة توقف في مكان معين. فجميع الألعاب بحاجة لتوازن. دي بس موضوع عناصر اللياقة البدنية موجودة في جميع الألعاب بنسب، يعني في لعبة بحاجة لهذا بنسبة أعلى من هذا العنصر، لكن موجودات جميعها. أكيد الألعاب بحاجة لجميع عناصر اللياقة البدنية، جميع الألعاب. فيش لعبة بدهاش قوة، فيش لعبة بدهاش سرعة، فيش لعبة بدهاش تحمل، فيش لعبة بدهاش مرونة، فيش لعبة بدهاش توازن. هذول العناصر موجودات في جميع الألعاب المختلفة، جميع الألعاب مختلفة. ما في لعبة ما بدها سرعة،
ما في لعبة ما بدها تحمل، ما في لعبة ما بدها قوة، ما في لعبة ما بدها رشاقة، لكن تيجي بتقول هذا اللعبة نسبة السرعة فيها أعلى، هذا اللعبة نسبة التحمل فيها أعلى، هذا اللعبة نسبة القوة فيها أعلى، هذا اللعبة بدها قوة مميزة والسرعة، هذا اللعبة بدها تحمل قوة أو بدها تحمل سرعة، يعني مثل كرة القدم بدها تحمل سرعة مثلا. فالنسب هذه موجودة أسوأ. كنت أحكي إن العناصر هي بتكون مرتبطة مع بعض البعض، ما بس بيكملن بعض. أكيد يعني في عنا حتى بعض العناصر السواء بتكون يعني نسميها قدرات مختلطة. يعني لما نقول توازن، التوازن أنت بحاجة لرشاقة وبحاجة لقوة، أنت بدون قوة ما بصير عندك توازن، فصار هذا عنصر مختلط، عنصر مدموج بين جميع العناصر حتى أنت تقدر تسوي. التوافق بنفس الفكرة، أنك أنت تقدر تشغل أكثر من جزء من الجسم في نفس الوقت. أنا بقدر أعطينا عليه مثال، خلاص أعطينا مثال على التوافق. لا بدي أحكي مثلا تعديل سلوك الفرد لحتى يتوافق مع الظروف الخارجية، مثلا الدنيا برد أو صيف، فالفرد أكيد بدي يعدل سلوكه أنه يلبس ملابس خفيفة مثلا. لا يا خلاص، هي إذا أنت شتيت كثير. التوافق في التدريب الرياضي، إسراء في عندك مفهوم يا إسراء؟ أحكي جنى. التوافق إنه قدرة الفرد إنه يحرك أكثر من عضلة نفس الوقت في اتجاهات مختلفة، يعني مثلا زي ركوب الدراجة بده يتحكم بعضلات رجليه وإيديه بنفس الوقت، بده يكون مركز حس البصر وين يمشي وهيك. يلا محمود. دكتور، كمان في ألعاب القوة، في منهم مثلا ألعاب الأولمبياد اللي هي المشي على حبل مع حمل وزن كبير، اللي هي بدها تعتبر هاي بدها توازن زائد بدها خفة في الحركة زائد رشاقة عشان ما يوقعش من ارتفاع عالي. انت بتحكي عن لعب الكورة ولا السيرك؟ في السيرك هذا بشوفه، بس في كمان اللي هي بعرفش السيرك، بس بعرفش انه بس بدها توافق بين اكثر واحد عشان تقدر توصل للطرف الثاني وتنجز. حكيت محمود مزبوط دكتور. محمود انت لما تسوق انت ولا بتسوقش؟ والله لسه ما خدناش الرخصة دكتور. طب خلف نتوسط لك عاد. هذا محمود، انت لما تسوق السيارة بتكون مشغل أكثر من جزء من الجسم في نفس اللحظة، بالأخص اللي بسوق جير، الكلتش والبنزين والإيدك على الجير وعنيك على الجهة الثانية ومتابع في المراية. هذا هو التوافق ببساطة، انك انت تقدر تشغل أكثر من جزء من الجسم، أكثر من حاسة من الجسم في نفس اللحظة. وهذه من المهارات المهمة اللي بنعتمد عليها في تطوير مين؟ في تطوير المهارات الحركية، لأن المهارات في الألعاب بدها توافق عالي جميل. يعني لما أطلع أصوب في كرة السلة، إذا أنا ما عندي قدرة إن عيني على رق السلة وإيدي اليمين كاذا بتصوب وإيدي الشمال بتسند والقدمين كاذا بتفرد وعضلات الجرة كاذا بتساعد فيها، شوف كديش بشغل عضلة في نفس الوقت، كديش اتجاه اللي وكديش حاسة بشتغلهم في نفس الوقت. هذه الأمور اللي هي بنسميها التوافق العضلي، هذه من المهارات المهمة جدا 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 في تطوير اللي هي اليوم هي جزء طبعا من قدرات الرشاقة، هي جزء من قدرات الرشاقة. أي نعم، في شيء؟ بدي أحكي من لعبة الحجلة كمان مثال عليها، لعبة الحجلة صحيح، من اللعبات اللي بدها توافق أكيد. طيب، عناصر الهيكل البدنية المرتبطة بالصحة، وكلها مرتبطة بالصحة لأنها لها علاقة في إيش؟ في صحة البني آدم. تركيب الجسم، لما نقول تركيب الجسم، شو يعني تركيب الجسم صحيح؟ شو يعني تركيب الجسم؟ أحكي بيان. أحكي بيان. وشو اللي بوصف علاقة العلاقة في الجسم؟ يعني كداش فيها نسب مئوية من العضلات والدهون والعظام المكونة للجسم؟ كل الاحترام، صحيح. إذا إحنا في نسب معينة لكل جزء من الجسم، إحنا بحاجة للدهون تكون موجودة في داخل الجسم، وإحنا بحاجة لنسبة من العضلات، وبحاجة لنسبة من العظام، بحاجة لنسبة من الماء. هذه النسب لازم تظل موجودة بنسبها الحقيقية، ما بصير إنها تعلى أو تقل، ما في نسبة تكون أعلى من الثانية. يعني بمعنى مثلا في عنا الدهنيات أو الشحوم، يعني خلينا نقول شحوم من كل الدهنيات، لأن الدهنيات مرتبطة بالدم
والشحوم هي اللي بتتراكم أسفل الجلد. الشحوم كونه فيه دورها الفسيولوجي، دورها الحيوي الموجود في الجسم، من إذابة بعض الدهنيات، من حفاظ على بعض أجهزة الجسم، أحياناً تكون بعملية الحفاظ على جسم البني آدم في الحرارة وإعطاء الحرارة، وأيضاً تدخل في إنتاج الطاقة. هذه الشحوم عند الرجال ما لازم تزيد عن 18%، بس لما مش لازم تكل عن 15%، أو مش لازم تكل عن 15%، عند الإناث مش لازم تزيد عن 22%، ومش لازم تكل عن 15%، على الرغم إن إحنا تشلنا من بدنا نقلل من نسب الدهون، لأن نسبة الدهون الحقيقية في عنا نسبة ضرورية لجسم الإنسان لازم تظل موجودة. فعشان هيك تركيب الجسم لازم تكون العلاقة منسجمة بين العضلات والعظام والماء والشحوم. هذه النسب هي اللي بتحدد لنا تركيب الجسم، بتحدد لنا البني آدم ها صار سمين ولا إسه الزلمة في الوضع الطبيعي. لأن إحنا بدنا نحارب إشي اسمه السمنة، وبدنا نقضى على إشي اسمه السمنة اللي هو المرض الموجود في العصر حاليا الناتج عن كلت الحركة، واللي مرتبط في 22 مرض. لازم تظل تركيب الجسم بهذا الشكل، عشان هيك احنا كنا هي عنصر من عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة. طب أنا بدي أسأل سؤال، يعني احنا التركيب الجسم ممكن نقيسه ولا مش ممكن نقيسه؟ طب ممكن نعرف ان احنا معادلات معينة ممكن تبين لنا قديش عندنا نسبة الدهون او قديش نسبة الشحوم، او احنا صحيح؟ اه يا دكتور، اه اكيد، اه اكيد، اه اكيد في اكيد. طيب رنا بس شوية خليش معنا وخليش ندخل في الموضوع، بس نخلص اللياقة القلبية. شو يعني اللياقة القلبية التنفسية؟ اه دكتور، نادية. هاي نادية. انا بجوز مثلا يوم يعمل رياضة او حركات أو يتعب، أو مثلاً يعمل أو يمشي أو يسوي حركات معينة، القلب ما بتعب عنده، أو بيظل نفس التنفس زي يعني نفس الليفل، بيظل ما بتعب قلبه أو ما بيزيد عدد النبضات. إذا زادت عدد النبضات وهيك ما بيكون عنده لياقة. القلب بنقدر نضربه، بنقدر نضربه عضلة القلب، هل هي عضلة إرادية؟ لا، هو بيكون طبيعة جسمه هيك. طب يعني هل احنا بنقدر ندرب عضلة القلب ولا بنقدر؟ لا ما بقدر. لا ما بقدر، هو طبيعة جسمه. يعني في ناس مثله مسافة معينة بتعب قلبهم. طيب خلينا نشوف. بصيروا يلهث. اوس تفضل عشان بدي اشرح. اه دكتور، الناس اللي بدخنوا بتعبوا بسرعة، يعني اذا ماشى شوي بصير يلهث بسرعة يعني. ليه؟ شو؟ طب ليش؟ شو بسألك ليش المدخن؟ لأنه الرئتين عنده شو اسمه مستقبلات الأكسجين بيكون أقل من الإنسان اللي بدخن. قصدك الحويسرات الرئوية الموجودة في العضلة بسكر، صح؟ أيوة صح. بصير في حيز تشريحي ميت في داخل الرئتين، فبصير البني آدم هذا نسبة الأكسجين أقل، مناطق اللي بصير فيه التهوية الرئوية اللي هي تبادل الأكسجين مع ثاني أكسيد الكربون بتصير تقل، فنسبة الأكسجين بتصير تصل للقلب وللعضلات أقل. صح بتحكي. طيب يوسف شو يا يوسف؟ احكي لنا يوسف شو عندك؟ دكتور بس بدي أقول إنه اللياقة القلبية التنفسية تنمو من خلال الأنشطة اللي بتعتمد على الهواء كمصدر للطاقة، أو مي أو اللي بتستخدم الأكسجين كمصدر للطاقة. تقدر تعطينا مثال عليها يا يوسف؟ الأنشطة اللي بتعتمد على الأكسجين في الطاقة شيء مثل إيش؟ جهاز المشي. بجوز خل مشي. المشي لمسافات طويلة، يعني مشي لك ساعة أنت بتدرب. طيب أنا سألت سؤال ما حد جاوبني عليه. هل القلب يستطيع تدريب عضلة القلب؟ دكتور دكتور أول إشي نعم صحيح، عضلة القلب يمكن تدريبها، لأنه أصلاً إشي بتعتمد على المستمرارية. فمثلاً العداء ما كان مثلاً هو بقدر يركض مسافة مثلاً في مسافات مفتوحة اللي هي 10 كيلومتر و 20 كيلومتر، هاي العدو كان لو ما عودش عضلة القلب باستمرارية في التدريب ك
كان ما قدر يركض هاي لأنه أصلا نفسه ما كان طويل. صحتش 100%. إذا عضلة القلب يتم تدريبها مثل السجر، في يدك سجر؟ لا خلص كنت أجاوب إنه زي ما جاوب محمود. سوار في يدك شيء؟ أنا كنت أحكي إنه التدريبات الهوائية هي اللي بتساعد على إنه يدخل الأكسجين يدخل الأكسجين على النعام. ما حدا محتمل إيش أنت لحالك؟ طيب. كنت بحكي إن التدريبات الهوائية هي بتساعد على تدريب عضلة القلب، هي بتقويها، هي بتضعفها. وإحنا ما حكينا عن اللياقة القلبية التنفسية، بدها تكون في عندي علاقة بين الجهاز التنفسي يعني والقلب نفسه. إذا عضلة القلب متفقين إنها جميلة، بتحكي صحيح ممتاز جدا، وثقافتك في الرياضة أنا مبسوط منها كثير. عضلة القلب مثل أي عضلة، مع انها لا اراديه، ما حدا بيتحكم فيها، ما حدا بيقول لك قلب بوقف قلبه وبطل دق او بزيد عضلات قلبه او بتحكم فيها الا ان احنا بنقدر ندربها في التمرينات اللي مثل ما قلنا يوسف وقلنا اوس ومحمود، انها يمكن ان نقوم بعمليه تدريبها بالتمرينات المستمره، التمرينات اللي فوق 3 دقائق. اي تمرين فوق 3 دقائق هو يعتبر تمرين اكسجيني. عشان نفهم شنو تمرين اكسجيني، التمرين الاكسجيني هو اللي بيعتمد على إنتاج الطاقة بوجود الأكسجين. كيف يعني؟ يعني أنا حتى أنتج طاقة بحاجة أحلل الجلوكوز لـ ATP من خلال وجود الأكسجين. فحتى أنا أقدر أحلل هذا الحكي بدي أنا يكون موجود عند أكسجين. ليش إحنا بنعتمد لاعب الماراثون بيعتمد على الأكسجين في العمل الطاقة؟ لأن كمية الـ ATP، تعرف شو الـ ATP؟ الـ ATP هو ثلاثي هيدروجين فوسفات اللي بيتم إنتاجه داخل العضلة من أجل إن تستمر العضلة في العمل، هو الطاقة تبعتنا. يعني شلنا في النهاية جميع طرق إنتاج الطاقة تشتغل تنتج ATP. أنا ATP الموجود في العضلة أول إشي بستخدمه، هذا كميته قليلة بعطيني 3 ثواني عشان نحكي عن عناصر إنتاج الطاقة في الجسم وطرق إنتاج الطاقة. بعدها بصير ATP يكون بالتحالف مع والاندماج مع فوسفات الكرياتين الموجود في العضلة من شان ينتج لنا طاقة من جديد، هذا بعطينا 15 ثانية. بعدها بصير أنا ألجأ لموضوع الإنتاج بدون وجود أكسجين، وصير في عملية تراكم حمض اللاكتيك، هذا بعطينا تقريبا 45 دقيقة لحد مرات بصل ل 60 ثانية أو 70 ثانية أو 80 ثانية. بعد 3 دقائق خلاص أنا بدخل في النظام الأكسجين. نظام الأكسجيني هو قدرة القلب والرئتين على إمداد العضلة في الأكسجين. هذه لياقة مهمة عند الناس. دائما نقول لك امشي يوميا 45 دقيقة لساعة، امشي 60 دقيقة. هذا المشي هو التدريب للعضلة في القلب. الجري الخفيف لمسافات طويلة هو التدريب لعضلة القلب. فحتى أنا أكون بتدريب عضلة القلب وأثر عليه، طب كيف أنا بأثر عضلة القلب؟ بقلل من عدد نبضات القلب. تعرفوا يا جماعة أنه وصل عدد نبضات القلب عند لاعبي التجديف في الدقيقة ل 28 نبضة في الدقيقة. 28 نبضة في الدقيقة وصل عند لاعبي الماراثون، عند لاعبي التجديف في هذا فترة الراحة. عارفين شو يعني انه يصل ل 28 نبضة في الدقيقة؟ معناها ان البني ادم وصل القلب عنده اشي رائع جدا. فاحنا في التدريب لاعبي الماراثون بتدربوا على تطوير عضلة القلب لتوصل 30 و35 نبضة في الدقيقة، 30 و50 و35 نبضة في الدقيقة. فإحنا بنوصل اللاعب لهذا القدرة من أجل إيش؟ من أجل إن نحسن من قدرة عضلة القلب في إمداد الجسم في الأكسجين، ما نرهق العضلة. يعني العضلة بتظل تنبض تنبض تنبض، روح أنت على روح الدكتور بلاك نسبة وعدد نبضات القلب عالي، على طول هذا عضلة القلب تعبانة. فإحنا بدنا نوصل اللاعب إنه إيش؟ إنه يكون عدد نبضات القلب أقل من شان ما نصلش للحد الأقصى لنبضات القلب بشكل أسرع، ومن شان ما يكونش عندنا إرهاق لعضلة القلب. محمود دكتور، كمان اللي على مستوى نبضة القلب اللي هو الغواصين تحت الماء، يعني اللي كسر الريكورد في العالم تقريبا 13 دقيقة وجزء 35 ثانية. طب انت لما تكون تحت الماء 13 دقيقة او 35 ثانية، ف يعني عدد مش قليل الوقت، فهذا انت بدك تبقى لقدرة ما شاء الله.
بدك تبقى يعني عندك قدرة إنك تقدر بدها تعويد. أعرف شو بس تعود عضلة القلب على التحكم في نبضاتها. المعلومة اللي تحكيتها أنا بعرفها يعني أول مرة بسمع فيها. فهذا على مسؤوليتك. أو لا لا بلا دكتور في ريكورد إنه كسر الشخص إنه إنه أكثر عدد دقائق تحت الماء لأنه تحكم في نفسه وتحكم في عدد ضربات القلب على التعويد. ممكن ما بعرف عن هذا المرة بس يعني التدريب بيساوي كل شيء. التدريب ممكن يأثر على أي سواء ما ألف سواء بهرتي. مش من بهرتيش خلاص ماشي. طيب اللياقة العضلية الهيكلية وبتنقسم هذه العيادة العضلية الهيكلية للقوة العضلية والتحمل العضلي والقدرة العضلية. القوة العضلية احكينا عنها قدرة الشخص على مقاومة التغلب على المقاومة. التحمل العضلي قدرة العضل على مقاومة التعامل فترة طويلة. والقدرة العضلية هنا مربوطة سرعة في قوة. قوة مع سرعة بنسميها القوة المميزة بالسرعة. وهنا في عنا مصطلحين دير بالكم عليهم راح تسمعوهم كثير في الرياضة. في ناس بقول لك القوة الانفجارية وفي ناس بقول لك القوة المميزة بالسرعة. شو الفرق بينهم ببساطة عشان ما ندخلش فيها نسميش التخصص بالرياضة. القوة الانفجارية هي أكثر قوة بتقدر تسويها خلال 3 ثواني. القوة المميزة بالسرعة إنك أنت تبذل أقصى قوة في أسرع زمن توصل لمدة 10 ثواني. ما قلتش فيه هذا. طيب الانقباضات العضلية اللي إحنا بنستخدمها بما إننا دخلنا على القوة وصرنا نحكي على القوة بشكل كبير عدة أنواع. حدا بيعرف شو الانقباضات العضلية اللي ممكن نسويها؟ الانقباضات العضلية في عنا نوعين رئيسيين من الانقباضات العضلية. أول نوع اللي هو الانقباض العضلي المتحرك. الانقباض العضلي المتحرك شو يعني انقباض عضلي متحرك؟ شو يعني انقباض عضلي متحرك؟ في حدا بيعرف؟ طيب انقباض عضلي متحرك بمعنى ان العضلة ما بتثبت. العضلة تنتقل اما بالطريقة المركزية اللي هو بنقسم لقسمين المركزي والانقباض اللا مركزي. يعني في عندنا انقباض مركزي وانقباض لا مركزي. لاحظ اللاعب اللي هون في الصوره اللي هون اخذ العضله وين؟ للمركز. للمركز يعني انا بس اسحب ايدي بهذا الشكل انا جمعت العضله في المركز تبعها. هذا بنسميه انقباض عضلي متحرك مركزي. بينما في الصوره الثانيه لاحظوا على العضله وين راحت؟ شو بطلت هنا تكمشت عند المركز. هنا شو صار في العضلة؟ أبعدت عن المركز. فهذا انقباض لا مركزي متحرك. يعني أنا بس أعمل بهذا الشكل كاد بعمل بانقباض عضلي متحرك مركزي ولا مركزي. مركزي ولا مركزي. والنوع الثالث من الأنواع الانقباض هو الانقباض العضلي الثابت. يعني أنا شلت وزن ووقفت فترة مسست الحيط وقعدت أزق فيه. أنا المقاومة اللي بشتغل فيها أقوى من القوة تبعي. فأنا بستخدم في إيش؟ في الانقباض العضلي بنسميه الانقباض العضلي الثابت. وشو يعني الانقباض العضلي الثابت؟ هذا الانقباض العضلي بنستخدمه عند الناس بعد الإصابات. بعد الإصابات منشان إعادة التأهيل بيستخدموه بهذه الطريقة. أنا أحسن الانقباض العضلي الثابت ولا الانقباض العضلي المتحرك؟ اثنين يستخدمون لهم طرقهم في التدريب ويستخدمون في التدريب. ليش؟ لأن هذا إلى دوره وهذا إلى دوره. أغلب التمارين بنستخدمها إحنا بالتمارين المتحرك الانقباض العضلي المركزي ولا مركزي. لكن أحيانا نضطر نستخدم بعض التمرينات اللي فيها الثبات بالأخص للاعبين عندما يكون بعملية التأهيل. وإحنا بنستخدم التدريب الانقباض العضلي وإثبات حتى إيش؟ حتى نعطي العضلة مقاومة أعلى من قوتها ونحاول نتحدى قدرات هذه العضلة. فالأنواع الانقباض مثل ما لاحظنا هذا انقباض مركزي هذا انقباض لا مركزي. وهنا اللاعب مسك الوزن وثبته صار في عندي ثبات لمدة 30 ثانية 10 ثواني 15 ثانية حسب ما أنت بدك. أحيانا نحن نرجع الحيط مثل الركب ونضل ثابتين ندفع الحيط. أحيانا بصير تدفع الحيط أو تدفع جهاز معين أو تدفع الزميل. فالمقاومة اللي أنت بتشتغل فيها بتكون أعلى من قوة العضلة فأنت تصل لمرحلة الانقباض العضلي الثابت. الآن المرونة لما نحكي عن flexibility اللي هي المرونة ماذا تعني المرونة؟ شو يعني مرونة؟ شو يعني عنصر من عناصر اللياقة البدنية اسمه
المرونة؟ أحكي بيان. احكي بيان. معناها إن قدرة عضلات الجسم إنها يعني تسمح للمفاصل إنها تتحرك بمدى يعني من دون ما يصير فيها تمزق في الأربطة أو إصابة عضلات ومفاصل. حلو. في حد عنده إجابة ثانية؟ آه يا سوار. نقدر نعتبر المرونة القدرة على تأثير على الجسم إنه يغير شكله. نعم. مستمر. آه هيك تسامح شو صار. نقدر نعتبر المرونة إنها قدرة الجسم على إنه يغير شكله ويغير حجمه مثلاً بعد تمرين أو مثلاً بعد حركات معينة. يعني أو دكتور إنه الجسم يكون عنده قابلية يأخذ عدة أشكال يعني أشكال شو ذا كلك كلي أشكال يعني مش في ال مش طبيعية يعني مش في الشكل الطبيعي. طيب بس محمود صباح يا ريس. بس محمود وليش بعدين ريس هو أن تكون هناك خفة في الحركة أو في القيام في التمرين أو في الانتقال من تمرين إلى تمرين. يلا يا رجل ماشي أريد. هي قدرة الفرد على أداء الحركات الرياضية بكل مرونة وسهولة. حلو. آه سجل. القدرة على أنه يكون يعني قادر الفرد أنه يعمل حركات رياضية على أوسع مدى. حلو. هبة محتاجش اللي محتاجها. إنه يكون الفرد قادر إنه يحرك مفاصله لأكبر مدى ممكن توصل له بدون ما إنها تتعرض لأي أذى أو تمزق. كل الاحترام. آخر شيء. أحكي شيء ما. دكتور هو زي ما حكى أوس إنه يتخذ الجسم أكثر من شكل لما يكون مثلاً مشدود أو يعني من غير ما يأثر على المفاصل. يعني مش لما يكون مثلا مشدود نعمل حركه يكون تصير يعني مثلا غلط او يؤدي للمفصل غلط. ليما خلينا نتفق مع بعض. المرونه مربوطه في ايش؟ شو ليش اللي بياثر على المرونه؟ بالقوه باللياقه. اللي بياثر على المرونه نقول هذا اصبعي، هذا الاصبع مرن او مش مرن، هذا المفصل مرن، هذا المفصل مرن، هذا المفصل مرن. مربوطه بالمفاصل. مربوطه بالمفاصل. إذن هي قدرة الشخص على تحريك المفاصل لأوسع مدى بدون ما يصير في أن إصابة. إحنا لما بندرب على تمرينات المرونة شو الهدف من تدريبات المرونة؟ إن نوصل المفصل إنه يتحرك بدون ما نصل للإصابة، لأن أغلب الإصابات اللي بتصير هذه المفاصل اللي بتنصاب أصلا هي المفاصل اللي بتكون عندها محدودية في الحركة. أنا لما ألعب كرة طائرة هذا المفصل، المفاصل الرزية هذول المفاصل الموجودة في الأصابع شو بصير فيها؟ هذول نتيجة أن الحركة تبعتها محدودة، ما فيها حركة واسعة. مجرد ما ضربت الكرة في إيدي شو بصير عندي؟ بصير في عندي إصابة. فأنا حتى أقلل من هذه الإصابة الموجودة عندي لازم أزيد من المدى الحركي للمفصل. فإحنا بنشتغل على التمرينات دائما في تدريباتنا إن سواء بالتمرينات السلبية أو بالتمرينات الإيجابية تفهم المرونة تنمى إما بتمرينات إيجابية أو بتمرينات سلبية. وشو الفرق بين التمرينات الإيجابية والسلبية؟ الإيجابية إذا في حدا بيعرف يرفع، إذا ما حدا بيعرف خلاص أنا بدي. التمرينات الإيجابية في المرونة هي التمرينات اللي بتصير بدون ما يتدخل فيها حدا. يعني أنا لما ألف إيدي بهذا الشكل هذا نسميها مرونة إيجابية، ما في حدا تدخل، أنا بستخدم في قوتي الخاصة. بينما أنا لو جيت عند زميلي ومسست إيده بهذا الشكل وصرت أسحب فيها لورا 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 لأقصى مدى، هذا بسميها تمرين سلبي. أو مسكت الحيط بهذا الشكل وضغطت عليه بحيث أن أنا أزيد مساحة مفصل إلها. فتمرينات المرونة ليش إحنا نهتم فيها؟ حتى نقلل من فرص الإصابة. اللاعب بنصاب لازم ينصاب، ولا في لاعب في العالم ما بنصابش. إبراهيموفيتش في انتر ميلان بده يغيب مباريات القادمة لأنه مصاب. سيرجيو راموس في ريال مدريد عقد بالملايين في السنة مصاب وكاد في الدار إلى تقريبا شهر ونص. بيكيكي عاد شهرين. لاعبين على مستوى العالم بالملايين بتنصاب. ما في إشي في الدنيا بمنع الإصابة، في إشي في الدنيا بقلل من فرص الإصابة. أنا كمدرب
أو كبني آدم بدي أقلل من فرص الإصابة اللي أنا ممكن أنصابها يا سجى ويا شيمة. ليش؟ لأني أنا بدي أزيد من مطاطية العضلة، بدي أزيد من قدرة العضلة إنها تمشي لمسافة أطول حتى تقل فرص الإصابة. لكن الإصابة حدا بلغيها؟ ما حدا في الدنيا بيقدر يلغيها، ولا مدرب في العالم ولا أفضل مدربين في العالم بيقدر يمنع الإصابة ويلغي الإصابة. والدليل إن أفضل الأندية في العالم برشلونة وريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي وإنتر ميلان وشلون بيعانوا من الإصابات، بيعانوا من الإصابات لأن ما في مجال كتير الإصابة. بس أنا بالمرونة وبزيادة قدرة المفصل على الحركة أنا بقلل من فرص الإصابة، بزيد من مساحة المساحة اللي بيمشي فيها المفصل حتى إني أقلل، بدي أقوي العضلات الموجودة حول المفصل حتى. دير بالك في نقطة مهمة، شو العلاقة بين القوة والمرونة؟ هذا بيعرف شو العلاقة بين القوة والمرونة؟ هل هي علاقة طردية ولا عكسية؟ وليش؟ ما بيلتقين بالمرة. بيلتقينش بالمرة، يعني علاقة طردية ولا عكسية؟ عكسية. عكسية، كيف يعني؟ تقدر تقول كيف عكسية؟ كل ما زادت القوة قلت المرونة، أو كل ما زادت المرونة قلت المرونة. من المختصر يا أريج، كل ما زادت القوة بتقل المرونة. أبو حديد اللي بيقدر يضرب حديد مسوي له عضلات بيقدر يلف ركبته ويا دوب كادر يشوف ركبته، صح ولا لا؟ ليش؟ لأن زادت القوة فقلت المرونة. عشان بنكون في التدريب الرياضي إحنا لما تتدرب تمرينات القوة مباشرة لازم تكون مربوطة في تمرينات، شو في تمرينات اللي هي اللي بنسميها المرونة. طيب نمشي في موضوع طرق قياس عناصر اللياقة البدنية. شايف حاطينها المصادر ان عناصر اللياقة البدنية جميعها فيها نسب، بقدر اقيسها، بقدر اعرف قديش قدرة اللياقة البدنية عند شيماء، قديش قدرة اللياقة البدنية عند دريج، قديش محمود عنده قدرة اللياقة البدنية. كيف هذا الحكي؟ لان عناصر اللياقة البدنية احنا في عندنا في التربية الرياضية شيء اسمه نسميه الاختبارات المقننة. هذه الاختبارات اصطلع عليها بحيث أنها أصبحت اختبارات صادقة وثابتة وموضوعية، بمعنى أن هذه التمرينات تقيس ما وضعت القياسة، هذه التمرينات إذا ما تم تكرارها تعطي نفس النتائج، هذه التمرينات أو الاختبارات إذا ما قمنا بعملية تغيير المفحول الفاحص راح تعطينا نفس النتائج. اختبارات صادقة وثابتة وموضوعية، يعني أن لها معاملات العلمية للاختبارات، وهذه الاختبارات هي اللي ممكن تعطيني مؤشر. طب انا بدي اجي ادرب شيمة وسجى واريج، طب منين ابلش؟ طب شو السرعه اللي معطينيها؟ طب قديش الزمن اللي راح اعطيها هي؟ هذا الشيء مرتبط بايش؟ بالمقاييس اللي انا راح اكون فيها عند الاختبارات اللي راح اكون فيها، هي اللي راح تعطيني مؤشر قديش انا راح ابلش في القوه اللي انا. طب انا بدي اعرف أعطيها 10 كيلو ولا الشيء؟ طب 10 كيلو شو نسبتها عندها؟ 10 كيلو هل نسبة 100% ولا نسبة 5% ولا نسبة 20% ولا نسبة 50%؟ إذا أنا ما عندي اختبارات وما عندي داتا، هذه الداتا أنا أخذتها مسبقا وعندي مؤشر اللي أقيس فيه التمرين تبعي، ما راح أقدر أعرف. عشان في عندنا صار في عندنا اختبارات حتى نقيس قدرة البني آدم على العمل. طيب لو رحنا على قياس تركيب الدهن اللي حكينا عنه في البداية، تركيب الجسم، وفي حدا قالنا بنقدر نقيس تركيب الجسم، نقدر نعرف كديش نسبة الدهون. مش عارف انو اللي قال لنا ناس بالضبط، انو اللي قالنا انه بنقدر نقيسه. سجل لك حكيت؟ انا حكيت. هاي سجل. طب شو الطرق اللي بتقيسي فيها نسبة الدهون؟ يلا هات. استاذ في جهاز، يعني انا لما رحت على الجيم كانوا يقيسوا لي اياه بجهاز، فبين لي نسبة الدهون بالضبط هي. احنا جماعة فكرة يا سجا، لا معنا نروح نقيس على جهاز ولا بنروح على جهاز. بعرفش. احنا جماعة مسخمين. يعني يا دوب كاسة الحليب شريتها شحتها من الجيران. بديش غير هذا الحكي. محمود احسن. دكتور بناء على الطول مع الوزن، يعني مثلا اذا كان الطول مثلا مع الوزن. مثلا شو اسمها؟ احكي. مثلا كان طول مثلا طول 1.80 متر، فالوزن لازم يكون مثلا المعدل المثالي بين 76 ل 80 كيلو. هون نسبة الوزن نسبة الوزن بيكون يعني انت قصدك الطول ماكسيمي، قصدك الطول ماكسيمي.
تقريبا زيك وكون هذا الطريقة مش الحين، هذه الطريقة ما أحد يستخدمها إطلاقا، هذه طريقة سيئة جدا وما لها علاقة في تركيب الجسم، ما لها علاقة. ماشي، عشان النقطة عن هذه الطريقة. طيب خلينا نحكي، في حد عنده داليا؟ أي داليا؟ اي دكتور، ممكن انه يكون بمجهود معين وانه نشوف يعني كميه التعب، فهذا من خلاله بنقدر انه نقيس اللياقه البدنيه عنده كميه التعب اللي بنقيس في تركيب الجسم. ما نعرف قديش عنده نسبه الدهون، قديش عنده نسبه الدهون الداليه، ما بعرف كم بالضبط، بس انه وزني مش كثير. طب لو بدنا نعرف اذا انت وزنك انت عندك وزن عالي او سمنه ولا لا، تقدر تعرفي لحالك من خلال الطول، يعني نسبة الطول مع الوزن إنه مناسب ولا لا. طب كيف؟ في يعني عندك معادلة لهذا ولا أنت بتفترض مثل ما كنا محمود قبل شوي الطول ناقص 100؟ يعني أنا دائما هيك بعرف إنه الطول ناقص 100، فإذا كان بهيك بعرف كان مناسب ولا لا. أسأل السؤال الثاني، لو أنا لاعب حديد، لاعب حديد رح يزيد عند الكتلة العضلية، صح ولا لا؟ أكيد. طب أنا لاعب حديد ووزني 100 كيلو، 100 كيلو وطولي طولي 1.70 متر، إذا أنا أعاني من السمنة بالمفهوم اللي بتحكي فيه. بس لا يعني هسه أنا أخوتي لاعبين حديد اثنين، وهسه الوزن عندهم وزنهم عالي، بس إنه الإشي مناسب ليش؟ لأنه العضلات بتاخد وزن. يعني أنا بحكيلك إنه ما زبطت اللي حكيتي معاها، صح ولا لا؟ بلا لا، في أنا بعرف إنه في برضه إنه في انهم بقيسوا كميه الدهنيات في الجسم، احيانا بيكونش الواحد كثير يعني مليان، بس بتكون نسبه الدهنيات عنده مرتفعه. ما دخل ماشي، بتحكي صح. في صور، في عندك صور؟ انا كنت بحكي انه وزن، ناخذ وزن الجسم كامل بنقص منه وزن العضلات بيطلع معي نسبه الدهون قديش في الجسم. طب شو بدك تاخذ وزن الجسم تنقص منه وزن العضلات؟ بكيس وزني وشوف قديش عندي ماشي ماشي صور. استاذ بزبط نقيس نسبة الدهون بالشريط، الشريط اللي بيستخدموا الخياطات، تعرفي كيف تقيسين؟ تعرفي كيف بسووه؟ بكون شريطه وعليه أرقام، بحطوه حول مثلا الخصر أو الإيد وبكيسوا نسبة أو حجم هذا يا رانا، رانا كراكرا، رانا كراكرا اسمه كراقع. كراكرا رانا بكلش في شيء نستخدمها. في عنا طريقتين بهذه الطريقة. الطريقة الأولى إنك أنت تكيس محيط الوسط لحاله، إذا زاد عن 90 عند الذكور، عند زاد عن 90 عن 100 عند الذكور، وإذا زاد عن 90 عند الإناث فمن آدم عنده سنة. وفي طريقة ثانية بيستخدموا محيط الوسط ومحيط الحوض، بكيسوا محيط الوسط ومحيط الحوض. إذا كان أقل من 9 في 10، أكثر من 9 في 10 عند الذكور، إذا كان أعلى من عند الإناث، آسف، إذا كان أعلى من متر عند الذكور معناها الإنسان بعاني من السمنة. محيط الوسط ومحيط الحوض. الطريق الأفضل اللي بيستخدموه اللي هو هذا، شايفين الجهاز اللي قدامنا هذا بسموه جهاز منقط الدهن، هذا الجهاز بسموه ملقط الدهن، وهذا الجهاز من الطرق اللي بنستخدمها. بس هذا طبعا يعني مش الواحد راح يقدر يحصل على هذا الجهاز ويجيبه. بناخذ 3 كرات من مناطق مختلفه في الجسم، هذه المناطق بتكون عندها نسب معينه، وبندخل هذه الارقام اللي هي اسفل اللوحه، وممكن نستخدمها من اسفل الصدر، من منطقه الارداف، من منطقه العضل. بناخذ هذه القياسات وبندخلها في المعادلات. هذا يعني كون الجهاز مش موجود مش منتجة، لكن منتجة حاليا اللي هي طريقة البي ام اي، مؤشر كتلة الجسم. هذه الطريقة هي أسفل الطرق اليوم استخداما، من أكثرها فعالية، اللي هو الوزن على مربع الطول بالمتر، الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول بالمتر، الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول بالمتر. يعني إن إحنا نأخذ وزن الجسم بنقسمه على الطول وبنطلع بالنتيجة. النتيجة هذه اللي بناخدها، لاحظوا عليها هي قدامنا، إذا كان الوزن تبعي على الجدول هذا، إذا كان الوزن تبعي من 18 ل 25، يعني إن إحنا
بنعاني من وزن طبيعي، إذا كان أقل من 18 إحنا عندنا سمنة. يعني مؤشر كتلة الجسم، مؤشر كتلة الجسم إذا كان الرقم اللي طلعناه أقل من 18.5 إحنا بنعاني من نحافة. في حدا سألني مرة عن النحافة، إذا دخلنا وعملنا أخذنا الوزن تبعنا وقسمناه على مربع الطول بالمتر طبعاً وبالكيلوغرام وطلع الرقم اللي بيطلع منها أقل من 18.5 يعني إحنا عندنا مشكلة في النحافة. إذا طلع بين 18.5 و25 يعني إن إحنا وضعنا طبيعي جداً، وزن مثالي، إحنا بنعاني وزن مثالي، إحنا لا عنا زيادة ولا عنا نقصان. إذا طلع وزننا بين 25 و30 معناها وزننا صار زائد، صار فينا زيادة في الوزن. من 30 ل35 بدأنا رقم 1، إذا طلع بين 35 و40 بدأنا رقم 2، أكثر من 40 يعني يا حزين أنت وصلت لمرحلة أنك أنت بتعاني من السمنة. هذا طبعا من أفضل الطرق حساب كتلة الجسم، مؤشر كتلة الجسم عن طريق الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول. هذا أحسن الطرق اللي ممكن نحصل من خلالها على الوزن المثالي تبعنا، وهذا مجرب عليها دراسات علمية وتستخدم في الدراسات العلمية لما بدنا نعمل مثلا نشوف كديش مؤشر كتلة الجسم لطلاب جامعة بير زيت وكديش نسبة السمنة عند طلاب جامعة بير زيت أو كليتنا اللي احنا ندرس فيها، أو بدي أعمل دراسة على لاعبين المعتزلين في كرة الطائرة في فلسطين ونشوف كديش نسبة الدهون بعد ما خلص، كديش نسبة زيادة الوزن بعد ما الناس تخلص فيها. فهذه الطريقة المستخدمة هي أفضل الطرق. في كل واحد فيكم هلكي تعتاد بسرعة معتم الكيكة يحسب كديش مؤشر كتلة الجسم تبعه ويقول لي هو عنده زيادة وزن ولا ما عندهش زيادة وزن. كل واحد لحاله يحسب ويودع على التشات اللي هو كديش مؤشر كتلة الجسم، يعني دخل الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول طبعا بالكيلوغرام وهنا بالمتر مربع الطول، يعطينا الرقم عشان يعرف ويقول لي يكتب جنب اسمه وزنه طبيعي ولا وزنه زائد ولا هو بعاني من نحافة ولا بدان رقم 1 ولا بدان رقم 2 ولا من بدان رقم 3. الجميع يلا دقيقة، خلال دقيقة نستنى حين الجميع يكون بعملية حساب مؤشر كتلة الجسم الخاصة فيه. يلا شو دكتور بيطلع بالأعشار؟ لا بدي يطلع بالأعشار. بدي يطلع بالأعشار. طلعش بالأعشار. آه دكتور بالأعشار. طب أعطينا مثال أنت عشان نتقلل. الأعشار إشي كيف بدي يطلع بالأعشار؟ مش فاهم عليك كيف بدي يطلع بالأعشار. هات أنت يا دكتور كيف ترى ماش بالأعشار؟ تاز هو هلا وزننا بالسنتيمتر، بدنا نحوله من سنتيمتر نحوله لمتر. بدنا نحوله طيب لمتر. يعني انت كديش كديش طول السجاده مثلا؟ 162. يعني كديش 1.6 × 10؟ ضرب 1.6 × 10 كديش بيطلع؟ 2.56 صح؟ 2 دكتور مش فاهمين شوي. طيب ماشي. كداش وزنك يا سجل؟ 60. 60 كداش كتلة الرقم احنا نطلع الهضرة؟ 2 و طلع عندي 23. انت يعني شوف كيف سوينا، روحوا على التشات بنقول 1.6 × 10 صح؟ ضرب 1.6 × 10 صح؟ شو الرقم اللي طلع لنا؟ مش عارف شو الرقم اللي طلع، كديش طلع لنا الرقم؟ 2 2 وإشي 1.6 × 10 ضرب 1.6 × 10 2.56 2.56 صح؟ هاي أول رقم بطلع، طلعت هذا الرقم هي أنا حطيتها على الشات إذا شايفينها، بروح عليها قالت لي وزني 60 كيلوغرام، قسمنا على اللي هو 1.256 شو طلع لنا الرقم؟ طلع الرقم 23 وشوي و22 مثلا، بعرفش بالضبط هذا شو يعني 23 اللي طلع آخر شيء،
هذا 23 هذا 23 معناها لو رحت على مؤشر كتلة الجسم اللي بكينا نحكي فيه قبل شوي، هل كده روح على مؤشر كتلة الجسم اللي بكينا نحكي فيه شو بيطلع لنا؟ لاحظوا شو بيطلع لنا بين هذا وبين هذا وزن طبيعي. إذا الشخص اللي حسبناه للوزن طلع إنسان طبيعي ما عندش زيادة في نسبة الدهون. نفس الطريقة بنحسب لكل واحد فينا، هل كده تحسبوها؟ بدنا نشوف العدسات جميعنا. إحنا حسبنا 20 من وين جبتها؟ كيف حبيبي؟ الواحد وستة بالعشرة. الواحد ستة طولها متر وستين، اللي بدنا ستين بل. فحولنا إلى متر، واحد ستة في العشرة. واضح؟ إحنا ما إحنا كنا بالمتر بنرى. يا ياسمين. الجميع يحط لي وزنة، أيوة، هاي 18 سبعة. جميع ما شاء الله مثاليين. بس ما حدا يطلع أقل من المثالية، بدنا الجميع يكون مثالي. فشلي شيء مش بس في الوزن. شو الواحد اللي عنده يعني مشكلة في الحساب يحكي معنا، يحكي وإحنا قاعدين هم نحسب له مع بعض. كديش نسبة الدهون؟ ضروري البني آدم يكون يعرف كديش نسبة الدهون. 23.7. محمود كديش؟ 23.7. ممتاز، يعني مثالي. حلو. أنه عنده مشكلة طلع يا جماعة لحد الآن، عنده مشكلة في الوزن طبعا. ما حدا طلع عنده مشكلة. في حدا ما عرف ايش يحصل؟ في حدا ما عرف ايش يحصل؟ أنا دكتور عدل، يا كيف نحسب؟ طيب بنعيد كالتالي يا ستي. أول إشي بروح أطلع الطول تبعي، مربع الطول، مربع الطول بالمتر، هذه أول شغلة بسويها. مربع الطول بالمتر يعني اللي طوله كديش. في حدا حاب يحسب ليها هو لحاله؟ أنا هات يا بيان، يلا هاي بنحسبها أنا وياك. بيان كديش طول بيان؟ 165. 165 بتقولي 1.65 هي يعني هاي الرقم، شايفتي؟ تمام. 65 هذا بالمتر، ما بدنا نحولها للمتر، نضربها في 1.65 ضرب 1.65 شو يساوي؟ قديش طلع لنا الرقم؟ 2.72. احفظي لي اياها، قديش؟ 2.72. تمام. 72 قديش الوزن يا 77. 77 تقسيم الرقم اللي اعطيتك اياه قديش؟ 2.72. 72 قديش طلع؟ 28. انت عندك زياده في البلد. 28 زياده. هي نروح للمعادله المئويات للجدول. انت يا ستي العزيزه بين هذا الرقم وهذا الرقم عندك وزن زائد بس مش بدانه، فاهم علي؟ يعني ما وصلتي لمرحله من الخطا، انت لحد الان يعني ها ماشيه بالاتجاه هذا، دير بالك ماشي تنزل في هذا الاتجاه، فبديش دير بالك. هذا لاحظي 22.5 شو منيح ولا متبحر على الجدول؟ من 18.5 ل 25 اي حدا بيجي بين هذا الرقم يعتبر وزن طبيعي، يعتبر وزن طبيعي ماشي. فانت لحالك مجرد ما اخذت الرقم تاخذ على الجدول وبتعرف قديش انت وضعك. طيب الآن من المقاييس اللي نستخدمها قياس اللياقة القلبية التنفسية، في طرق كثيرة إن إحنا نقيس اللياقة القلبية التنفسية من خلال المشي مسافات طويلة، الجري، في اختبار بسموه اختبار كوبر، هذا اختبار من الطرق اللي بتقيس قديش قدرات القلبية ومن أحسن الطرق، هو اختبار مقنن إنك أنت تجري 12 دقيقة وتقيس المسافة، كل ما زادت المسافة في هذه الحالة أنت وضعك أحسن. في طريقة بنفس اختبار كوبر يقال إن لا نستخدم 1.5 ميل، تجي 1.5 ميل وبحسب لك كديش الزمن اللي انت بتفتحها فيه، الطريقتين محسوبات. فاللياقة القلبية والجهد، عشان لما انا بدي اقيس اللياقة القلبية بدي اعرف كرة القلب شو بروح على فحص الجهد عند دكتور القلب، بنطلعك على جهاز، بوصل الجهاز في المناطق الحساسات هون على الصدر، وبعمل بلش معك تجري على الخفيف 3 دقائق، بصير يزيد السرعة، تصير
فترة معينة. في هذه الحالة هو شو بكون راكب؟ بكون راكب دقات القلب. إذا زادت سرعة دقات القلب بشكل سريع، إذا أنت في عندك مشكلة في القلب، فعلى طول بقول لك انزل على الجهاز تتحركش، لأن القلب لازم تناغم يكون في عندي ثبات في القلب. يعني أنا مثلا بجري ببدأ على كرة قدم، ما بصير دقات القلب تظل تزيد 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 تزيد، في عندي إشكالية. المفروض أنها تثبت لحد معين، وإذا ارتحت تنزل مباشرة. يعني سرعة قدرة الشخص على إنه يرجع بشكل أسرع في دقات القلب وتهدى، معناها هذا الإنسان بيعاني عنده لياقة بدنية عالية. فاللياقة القلبية تقاس من خلال الجري والمشي لمسافات طويلة أكثر من 3 دقائق، 1500 متر مثلا، هي تعتبر من المؤشر لعضلة القلب اللي بروح بيجي مسافات والقلب عنده بظل هذه، هذا نسميه عن مشاكل القلب. بس إذا أنا بمشي مسافة 100 متر وصير القلب عندي سريع، إذا القلب بده شغل شوي. دكتور بس هو كمان تعويد. هو التدريب شو يعني؟ الاستمرارية في التدريب. اسمعي في نقطتين مهمات. إذا أنا ما بدرب عضلة القلب راح أذيها، لازم تتدرب، لازم أتدربها. ما تقوليش تعويد، لازم أتعود أنا ولازم أدربها. هذا التعويد معناه في الرياضة. دكتور أنا يوميا كنت أمشي من الكلية للموقف، يعني تقريبا نص ساعة. يعني من الكي أف سي لعند الكلية. شيماء أنا بكير أمشي أنا ومرتي يوميا لحد الآن تقريبا من 2:30 نمشي. واحنا ختيارية، انت شباب لازم تمشي أسرع، نص ساعة مش كافية. انت في بعنا اسمعوا، انا بقول دائما لو بتمشي 10 دقائق ليه، لو بتمشي ربع ساعة ليه. بس كل ما انت دربت حالك لفترة اطول بتكون احسن. لياقة الهيكلية او التمرينات القوة عن طريق البوش اب، عن طريق التمرينات المعدة، دير باتش مهم جدا يا جماعة. عضلات الكور ماسلز هذول اشتغلوا عليها، اشتغل عليهم باستمرار. عضلات الكور ماسلز هذول اهم عضلات موجوده في الجسم، اللي هي عضله المعده وعضلات الظهر وعضلات الارداف. هذول عضلات المحور اللي احنا دائما لازم نركز عليها نكون يعني بوضع احسن. محمود في شيء دكتور؟ بس اسالك بالنسبه لمنطقه البطن، ليش بعد خساره الوزن بتغلب كثير؟ بعد خساره وزن عالي هي مش بتغلب. هو المشكلة إن إحنا مش فاهمين إن إحنا كلك بصراحة دكتور بتغلب تخفيف الوزن. تخفيف الوزن في 32,000 طريقة لتخفيف الوزن وجميعها خاطئة، والطريقة الوحيدة لتخفيف الوزن هي نظام غذائي ونظام رياضي. حكيت إحنا شو المشكلة؟ إني أنا تصير سمين. كديش انت مؤشر كتلة الجسم انت عندك يا محمود؟ 23.7. طب وضعك منيح انت الان، فيش عندك مشكلة. بس كنت استعمل اسلوب خاطئ، نزلت وزن في طريقة خاطئة. انا مش نزلت وزن عادي، تقريبا خسرت تقريبا 55 كيلو بس بطريقة خاطئة. بشكل سريع نزلت؟ لا مش بشكل سريع، بطريقة انه كنت يعني مثلا اقطع اكل بطريقة خطأ، وكنت اعمل اشياء خطا في الاكل. بس لما حكيت مع الناس مختصين حكوا لازم تعمل هيك هيك هيك، فبلشت احس في منطقه اسفل البطن صارت تغلبني كثير لاني خسرت وزن غلط. شوف علي يا محمود، احنا تصير عندنا سمنه بدنا سنين، صح؟ السمنه تسحب. فيش حدا بينام بصبح سمين، وفيش حدا بكيم السمنه ثاني يوم. يعني السمنه تمنك تخلص منها مثل ما انت جمعتها بدك تخلص منها. انت جمعتها في سنين، انت بين فطور وغدا وعشاء، فطور وغدا وعشاء مدار سنوات. انت في اليوم لازم تاخذ 2000 سعر حراري، انت حضرتك بكيت تاخذ 4000 سعر حراري. شوي 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 صار عندك سمنه. قلت ليش السمنه بتطول؟ لان في دهون بتكون عنيده، في دهون مر عليها سنين تمرينها صارت. لكن ما نفهم شغله واحده، ان لما انا امشي تمني احرق الدهون، لما احرك الدهون هذه الدهون تحرك من الجسم بالتساوي. فيش تمرين بيحرك دهون من المعده من منطقه البطن، فيش تمرين بيحرك من منطقه البطن. بقول لك على حاجه كل عام خرافه فاضي، فيش تمرين بس بيحرك من منطقه الدهن. انا لما امشي منين بحرك الدهون؟ مش من الرجلين، من جميع الجسم بحرك الدهون، من جميع الجسم. والدهون لما تحرك وين بتروح؟ حدا بيعرف وين بتروح؟ محمود
تخرج من الجسم على شكل عرق أو ولا المياه هاي. دكتور حتى في معلومة أنا سمعتها إنه العرق مش إنه معناته أنت مثلا أنت بتحرق دهون عالي أو كذا. عرق سوائل يا أستاذ. عرق سوائل. سوائل أو في ناس يعني معلومة خاطئة كلها اللي بتحرق دهون يعني عنده عرق. محمود أنت لما تدخل على الساونا أنت بتخسر دهون؟ لا بتخرج منها ال. ما العلاقة بالموضوع؟ الساونا ما بتخسر، العرق هو عبارة عن سوائل من الجسم بتطلع. أنا لو بدي أخسر دهون لازم أعمل نشاط رياضي. عشان إن أحرق هذا الدهون لازم أرفع درجة حرارة الجسم، وهذه الدهون تحرق وتخرج عن طريق النفس. دهون تتحول ثاني أكسيد الكربون وماء تخرج عن طريق النفس. أغلبها 85% من الدهون تخرج عن طريق النفس. عشان هيك إحنا لما نمشي والهذا بيقول لك بزاد عامل النفس معناها أنت كعب تحرق أسفل. والباقي بخرج عن طريق العرق وعن طريق البول 15%. الدهون لا تتحول لطاقة عشان نبقى واضحين. ماشي، هذه المعلومة أكيد يعني ما بحكيش. الدهون لا تتحول لطاقة. جميع الأخصائيين المدربين وكلك إحنا نحرك دهون تتحولها لطاقة، وأنا بقولش لا ما بتتحول لطاقة. وتحويل الدهون لطاقة بحاجة إلى يعني إشي هائل جدا بسبب انفجار في الجسم لو تحولت لطاقة. المرونة لاحظوا كيف بنكيسها، في أنا أجهزة كثير، في أنا طبعا عدة كيسات. أنا أعطيك أمثلة على هذا الموضوع. شوف هذا اللي بوقف في المنصة، هذه المنصة تبقى مرقمة بحيث انك انت اي رقم قبل هذا بكون سالب، اي رقم بعد هذا بكون موجب. يعني اذا انت ما قدرتش تصل لهذه المنطقه اللي شايفينها انت معناها المرونه عندك سالبه. ماشي، وهذا المنطقه تعتبر منطقه موجبه. هذا لقياس المرونه. كيف نبدا البرنامج؟ انا بقول مش راح نبدا البرنامج اليوم. شوف الله يعطيك العافيه. اذا في حدا عنده سؤال قبل ما يعني نخلص، حدا عنده سؤال؟ يعطيك العافية دكتور، بس عشان ناخذ حضور غياب اذا في مجال. سامحوني.